والدتي اجيب لها طبعا، اجيب لها الدنيا كلها طبعا، مهما هديها مش قدرنا هديها على قد ما كفحت وتعبت معانا وربيتنا وعملت كل حاجه من اجلنا. بصراحه لسه ما جمعتش عشان اجيب لها هديه، بس يعني بفكر اجيب لها هديه حلوه يعني. طبعا مش هيكفيها الدنيا كلها اكيد طبعا. طب اوجه لها رساله بقى. اوجه لها رساله، اكيد اي واحد فينا بيحب والدته ويتمنى لها كل الخير. اول حاجه ما فيش حاجه اسمها عيد الام، كل يوم بيمر عليا هو عيد لامي، طول ما امي راضيه عني هو عيد ليها وعيد ليا ان هي راضيه عني. بس حماتك هتجيب لها ايه؟ امي وحماتي ومراتي كلهم عندي واحد.